راح اقول لكم المثل وتقول لي شنو القصه مالته. تمام؟ كل من يشوف الناس بعين طبعه. شنو قصه هذا المثل؟ كل من يشوف الناس بعين طبعه. شنو قصه هذا المثل؟ ليش قالوا؟ ليش قالوا؟ صراحه اشوف الشباب وانا خل افكر شنو ليش قالوا بالسبب. يمهم. شوف الشباب. اشوف الشباب؟ اي. وانا ورجع لي. وارجع لي. اي. ها. تعال حجي تعال ذبي الجيجاره وتعال. ها. ما اعرف. ما تعرف؟ ما اعرف. حلو. يعني اذا كان هو الانسان بسيط. بسيط. راح يشوف الناس اللي قدامه بسطاء. ويلي. اي طبعا. اوه. ايش تبي؟ هذا كرتون بسيط اللي قاعد تحكي لي. اي كل من يشوف الناس بعين طبعه. كل من يشوف الناس بعين طبعه، شنو قصة هذا المثل المن قالوا؟ للغني. للغني. يعني مثل كل من الناس يشوفه بعين طبعه، يعني للفقير. اي الانسان المتواضع. اي. تشوف؟ اي. تمام، تعال 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 هنا. ها. يقول للانسان مثلا انا اليوم مثلا طبعي نقول طيب اشوف الناس شنو؟ بنفس النظرية يعني هم طيبين كلهم فقالوا على هذا الأساس هي وجهات نظر مختلفة وجهات نظر مختلفة وجهة نظرك المختلفة يا الغالي كل واحد يشوف كل واحد يلعب دعبل الناس وحسب كل واحد يشوفه حسب انت من وين؟ من المنصورية من ديالة من المنصورة من ديالة منصورية ديالة منصورية؟ ديالة ديالة زين شوف هيك يعني؟ اي هسه انت تشوف الناس